أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صباح نشير على قناة إحنا تي في. صباح الخير أينما كنتم، وكل عام وأنتم بألف خير لجميع المحتفلين، ويسعد صباحك لاميا. صباح الخير إلك ازدهار، أكيد إلكم كمان مشاهدينا، وكل عام وجميع المحتفلين ينعمون بالصحة الخير والبركة لاميا. وما أدفأ أجواء الأعياد في جميع الأديان والطوائف، وما أعمق الشبابيك المضاءة والساحات التي تعج بالناس والمرة، وما أجمل الأضواء والزينة في كل مكان. زينة العيد بأشكالها وألوانها ومعانيها تزيد العيد معنى بهجة وسعادة. صحيح مزبوط، لأنه الزينة ازدهار، والمشاهدين كمان بتحسها أنها هيك، حتى لو ما كان في حركة، حتى لو ما كان في موسيقى، بتحس أنه هي بتعطيك هاي الطاقة، هاي الطاقة وهاي الأجواء الحلوة بدون ما يكون أي مؤثر آخر. صحيح. وكمان أكبر دليل يمكن على هيك الصباح اللي فيه دخلنا اليوم على الاستوديو أنا وياكي وشفنا هالأضواء هالزينة الترتيب الأناقة بالضبط، الألوان عن جد أعطتنا هيك يمكن جو وشعور حلو السعادة والفرح طبعا. وديزاين هاي الزينة طبعا هو ضيف غالي جدا على قلوبنا، موجود معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير وسام زامل. يسعد صباحك، أصبحت شرفت. شو هالزينة الحلوة يا وسام؟ يسعدك، مشكور ألف شكر، يعني تسلم الأيادي. قديش أخذ معك وقت يا وسام أنهيت التزيين؟ أخذ شوي وقت عبين نحضر كل شيء عبين نطلع هاي النتيجة النهائية اللي شايفين هسه. كيف تم اختيار الألوان هيك يا وسام؟ احنا شايفين الأحمر الذهبي، يمكن هاي العيدان أنا كمان يعني استحسنت منظرها هيك ولقيتها أنها أعطت رونق آخر برضو. حبيت أخذ هيك الألوان التقليدية الأكثر اللي هي الأحمر مع الذهبي مع كيف شايفي فيه خشب هيك شو. هي الشجرة النمطية لشجرة الميلاد رائعة. هدي عمرك وسام؟ 18 صغير يعني كيف خطر لك تفوت على هيك مجال؟ من مين؟ هواي أكتر إشي. أمي كانت تحب هاي الفن بالبيت، يعني كان دايما زي نيلكو وتشوفها وانتو أطفال وصغار وحد اليوم أكيد. احنا استضفنا بهديك السنة وهو حكى الإشي، أنا متذكرته وحكى أنه الإشي بلش بمناسبات عندهن عائلية، بسيطة أعياد هيك مناسبات على الخفيف، وكان هو يقوم بالتزيين وكان في استحسان من قبل العائلة أنه ما أحلى ترتيبك وتزيينك، والإشي أخده كمهنة لإله. تطورت الهواية لا حد نحكي عن تطورك من هديك السنة لهاي السنة، شو اللي صار معك؟ شو اللي صار معك إذا بنحكي على الصور؟ يعني أنت كنت عن نطاق عائلي أكتر، أقارب، مناسبات لأقارب زي ما حكينا، اليوم شو؟ صرت أعرض الصور على طريق التواصل الاجتماعي والناس حبوا التزيين وصاروا يطلبوني. يعني قد نحكي عن المناسبات اللي أنت بتقوم بالتزيين فيها، نعطي أمثلة. عيد ميلاد، أعراس، حفلات، افتتاحات محلات. في مرة هيك وانت بحدا يعني بواحدة من المناسبات اسفة حدا حكى لك انه مش عاجبني مثلا التزيين وانت اضطريت انك تقوم بتغييره، او بشكل عام في رضا؟ لا بشكل عام في رضا، حتى لو في ملاحظة او اكيد بتغير بتبدل بنبدل نعمل كيف بدهم، تعديل يمكن تعديل صغير. هل الناس بتحب تكون جريئة هيك بالالوان، بخصوص بالوان العيد؟ احنا اليوم السنة تغير الترند، خلينا نبلش بالترند، ترند العيد لهي السنة شو تغير فيه؟ في بعض من الناس اللي تكون جريئة بتختار الالوان مثل الكحلي، الازرق، الزهر، بني على الشجرة تكون على الشجرة تكون بني مع روز جولد. وغريب بني مع روز جولد بس كتير حلو. والزهر يمكن سمعت انه واحد من الالوان الزهر مع الفضة. وفي حدا طلب منك هيك الوان تزينها؟ في في طلب على هذه الالوان، بس بضل اكثر نسبه الناس الاكثر اللي هن بيختاروا الاحمر، بضلوا على الالوان التقليديه والكلاسيكيه. بس من امتى تجيك الافكار؟ يعني هل بتطلع على مواقع او بتتصفح صور ناس كمان بنفس مجالك بتاخذ منهم افكار، او في افكار لك خاصه حكريه لوسام؟ في افكار اكيد لإلي، بس بتعرفي مرات ممكن نشوف شغلات لناخذ منها فكره لمحه صغيره بنقدر نزيدها نعملها نعدل عليها وهيك بيطلع معنا النتيجه نهائي. هات نحكي شوية على الزينة اللي عم نشوفها بالصور وبتمر أمامنا. هاي الزينة عمليا هي في بيوت لأشخاص، يعني في أشخاص بدعوك لعندهم على البيت اللي تزين لهم البيت بفترة العيد عمليا. حلو، هنا إيش هاي الصورة اللي كانت ورد؟
هاي سهر لا سهرة عروس سعيد سهرة مدخل عروس. سهرة عروس هون هذا عماد عماد لا ولا واللي قبلها كانت شجرة عيد ميلاد لا. هون هون عيد ميلاد كمان لصبي اها قديش بتاخذ اطراءات يا وسام على هذا العمل كثير ما احلى بجنن هون الازرق هون كنا كثير جريئين انا كنت جد كثير بس كثير مميز شو المناسبة كانت هون هون خطبة خطبة كل وقت انا وانا زين خايف قد ايه تطلع النتيجة النهائية قد ايه هن طلبوا او هذا رايك لا هن طلبوا وانا اكيد ملائمة مع فستان العروس اكيد انا كل وقت خايف متوتر كيف بده يطلع اللون هدول اللونين الازرق مع الفضه كان ولا ذهبي لا ذهبي بخوف شوي بس لما طلعت النتيجه النهائيه جميله للعين مين بيساعدك وسام بالشغل هذا لحالك اكيد لا, لا في ايدي عامله معك اهلك اولاد عمي بنات عمي باي مناسبه كمان بأي مناسبة في شريك معك بالنجاح اكيد وكيف التعامل مثلا لما بنحكي على ورد طبيعي هل التعامل معه اسهل او اصعب من الورد الاصطناعي لانه انا صراحه بسمع انه الورد الطبيعي اصعب بس ما بعرف حقيقه اصعب بدنا نتعامل معه شوي شوي اللي هو ما يخربش بدنا نعرف كيف نتعامل معه ما يتبلش خلال المناسبه وكمان تكلفته يمكن اعلى كيف كيف اذا يعني اذا ما نحكي على الاسعار اللي بتطلبها اليوم من الزبون هل نحكي على اسعار او على تكلفه باهظه الثمن اليوم احنا بنراعي شوي الوضع عشان كان في كورونا وشغلات وشوي وضع انه كان صعب صحيح كان صعب يمكن كمان انت كمبتدئ بدك تثبت حالك بالسوق فما بتطلب الأسعار لا. الخيالية بس بنفس الوقت يمكن بدك تبني لك كيان أكيد. اللي فيه تحافظ على تسعير معين أكيد هاي صح؟ أكيد. هل أخذ دورات بهالمجال؟ أخذنا دورات نتعرف أكثر عن الورد كيف نتعامل مع الورد مع البالونات كيف نلبق الألوان لبعض ناوي تكمل بالمجال يعني حضرتك حاب تتعلم تعليم أكاديمي أكيد شو طموحك؟ طموحي اتعلم اصير اكثر افهم شو اسمه مبدع بهذا الفن اللي عم نعمله تكمل بنفس المجال بنفس المجال مش رح تتعلم شيء بعيد المجال. عن المجال لا نفس المجال بتحبه لانك واضح قد ايه هو بحبه كثير رائع احنا لليوم هيك وصلنا لنهايه فقرتنا معك بتمنى لك كل خير تسلم. بتمنى لك النجاح والابداع دائما وشكرا على الزينة اللطيفة اللي زينت فيها استوديو تسلم كل وأضفت بهجة ورونق خاص شكرا شكرا لك وسام الله يسعدك يسلم تعطيك العافية مشاهدينا وننتقل لحكمة اليوم على أعتاب نهاية سنة 2021 أقول شكرا لكل من احتجته في يوم من الأيام ووجدته بجانبي أقول شكرا لكل من نصحني وشجعني وساندني لأحقق الكثير شكرا لكل من ابتسمت برفقته وكنت على طبيعتي معه شكرا لمن يحبني من قلبه وبقي معي برغم عنادي وبرغم أخطائي شكرا للتجارب بحلوها ومرها شكرا لكل شخص ظلمني لأنه علمني أن الظلم لا يعيش شكرا لكل دمعة فهي كانت بمثابة شمعة أنارت روحي وغسلت قلبي شكرا للكلام من وراء الظهر لأنه خفف من ذنوبي شكرا لكل شخص غادر حياتي بإرادته فقد علمني أن المحبة ثبات أحمدك ربي دائما لأنك ترتب حياتي وتقتلع شوق الطريق من أمامي فظني بالله لا يخيب الله يا ازدهار شكرا جد شكرا لكل شخص ذكر هون سنة كانت مليئة حافلة بكل الأحداث والمطبات والشخصيات بس يا ترى سؤالي لإلك ازدهار كل شيء صار شو كل شيء نحكى صار معك مش بس بهاي السنة سنوات سابقة بكل العمر احنا بنحكي شكرا بكل سنة انا يمكن الشكر نفسه رح يتكرر وينعاد بكل سنة لانه في اشخاص رح تتغير في مواقف رح تتغير فالشكر هو موجود لانه بغير فينا للاحسن ودائما دائما لازم نحمد ربنا على كل شيء صحيح لما بتنتهي السنة دائما نتفائل بالخير للسنة التالية نستقبل معنا مين صاحبة هاي الرسومات وهاي اللوحات والإبداع. اللي معانا الرسامي الفناني هدى دباح من دير الأسد شرفتينا ويسعد صباحك يسعد صباحك وهلا شو رأيك يا لميا الصراحة يعني سلمت إيديكي
اللي يعني خطت ورسمت هالأشياء اللي كلها إتقان وفن وإبداع. يعني قديش في زينة لمياء، هي ضافت للزينة زينة، يعني الفن عمل الأجواء أحلى وأجمل صراحة. هل اليد من وين تبلشت ترسم؟ من وين تدخلت عالم الفن؟ فن الرسم خلق معي، يعني أنا من يوم ما وعيت على الدنيا أحب الرسم موجود في داخلي. بأي يعني جيل بلش الإشي؟ من يوم ما وعيت على الدنيا، من أنا صغيرة بتذكر كنت كثير أرسم. كنت أعشق إشي اسمه رسم، يعني شو حتى أول خربشاتك مثلا؟ بتذكر يعني مثلا أنا بالمدرسة بجيل صغير بقيت مثلا في حصة مش عاجبني أو إشي أظلنا شحبر على الكتاب أرسم. ذكرتيني بنفسي هيك، أستاذ التاريخ يحكي وأنا أرسم، أستاذ الجغرافيا يحكي وأنا أرسم. بقيت بتذكر كمان كنت أعمل وأنا صغيرة، بقيت أحب أكتب قصص مثلاً طفولة. أكتب قصة صفحة قصة والصفحة اللي عقبالها رسمة بتتعلق بالقصة، قمة الإبداع. شو بتذكري هيك من نهفات الطفولة؟ رأي أولاد صفك، رأي المعلمين بالرسومات؟ معلمين الرسم كثير كثير كانوا يحبوا رسمي، بنات صفي أولاد صفي كثير كانوا يعطوني، يدعموك يمكن يدعموني. كان كثير الإشي مين الداعم بس الأول لإلك؟ رقم واحد بالداعم أكيد أهلي، لأنه الإشي صار معي وأنا صغير وأهلي هن اللي كانوا هن معنا بالكواليس. أحلى تحية لأبو وأم هدى اللي إجوا معها تا يدعموها لهي اللحظة كمان اليوم. طيب بلشتي بالرسم وهيك وكبرتي صح؟ كملتي ولا انقطعتي؟ لا صراحة انقطعت، لأنه تجوزت في جيل صغير. أي جيل؟ كان عمري 15. الزواج المبكر. تجوزت بجيل صغير وطبعا انتقلت لمرحلة اللي هي مختلفة، تتحمل مسؤوليات والوحدة لما تتجوز خلص بصير في مسؤولية ثانية، بصير في أشغال ثانية اللي تشغلني عن الرسم. طبعا الأولاد والأطفال أكيد. والبيت أول طفل كان عندك بأي جيل؟ كان عمري 17، خلفت توم لخليني كان عمري يعني 17. تحملت المسؤوليات من جيل صغير؟ أكيد. قديش عندك أولاد اليوم؟ عندي 3 أولاد وبنات. بس مين أحلى حدا بولادك؟ كلهن. أحلى حدا بولادها نورة. تعرفوا ليه بقول نورة؟ لأنها طالبتي أنا معلمتها، وأحلى تحية لنورة، نورة ذباح. الله يسعدك. يعني من هاي الاستوديوهات بنرحب في أمك وبنقول لها إنه خلفت أحلى وردة. الله يسعدك، تسلمي لهم. انقطعت عن الرسم، وين كانت شرارة العودة؟ ليه قررت إنك ترجع على الرسم؟ انقطعت عن الرسم بس ظل حب الرسم موجود في داخلي. لما صار عمر ابني قاسم 13 سنة بلشت أشوفه أنه هو بحب الرسم، عنده هواية الرسم وراثة. فهنا أنا صرت أدور على دورات اللي ممكن تساعده بالرسم. بالرغم أنه أنت عندك الهواية، ليه ما أعطتي أنت الدورات؟ عندي هواية بس ما تعلمتها، يعني وان في أسس وفي قواعد للرسم اللي لازم الواحد يكون عارفها عشان يطلع الإشي صح معه. دورت على حدا اللي يعلمه الرسم، طبعا بوجه تحية لمعلمتي الصبحية حسن فنانة اللي هي أول إشي تعلمت عندها واحتضنتني أنا وابني قاسم. بلشت عندها، من عندها أنا بلشت أتعلم أنا وابني. طبعا أنا كملت ابني وقف تعلم رسم بس أنا ظلتني مكملة. أخذت كمان تفاصيل من الأمور اللي تعلمها ابنك؟ اكيد اخذ. ما رجع حن لهي اللحظه للرسم؟ لا صار ما اكثر شيء لركوب الخيل، صار يحب ركوب الخيل اكثر. عدد مواهب. انا بعرف انه بحب الخيل. بحب الخيل خلص. هو شو بحب يعني، بحبش انا اضغطه يعني. بس انه انا ظليتني مكمله بعديه مع المصبحية، تعلمت بشكل شخصي كمان عند عدة معلمين وأخذت عدة دورات. هل أنت اليوم بتعلمي؟ أنت بتحكي أنك تعلمتي، هل كمان أنت بتعطي دورات اليوم؟ جديد بلشت أعطي دورات لأولاد صغار لجيل صغير. حضرتك أعطيتي دورات لابنك أو ودتي لمجال الدورات، مين أخذتي دورة وانت صغيرة هيك؟ مين ساعدك أنك تأخذي دورة مثلا؟ إيش يعني أخذ دورة وانت صغيرة؟ فتي هيك دورة احترافية؟ بتذكر وأنا بصف السادس كانت أمي تشتغل عند واحدة من الوسط اليهودي، فكانت هي تشتغل عقبال إنها تعلمني رسم.
يعني كان أجارها أكرم أجارها كان إنه علمي بنتي رسم وتعلمت عندها فترة وإمي خلصت من عندها شغل وأنا خلصت ما كملتش تعليم يعني. بس اكتسبت منها أكمل شغلة وفي أكمل شغلة اللي بعدين موجودات عندي منها. هات نحكي ست هدى على الموضوعات اللي وظفتيها برسوماتك. أنا شايفة إنك وظفتي عنصر المرأة بشكل رهيب، يعني فيش صورة تخلو من المرأة غير هاي الصورة، مش عارفة إذا هون تخلو، لا هون لا تخلو، فقط هاي. وطبعا على النقيض من شو عم نشوف بالشاشة اللي هي بالخلفية، أنا بحكي الموجود هون، الموجود هون اللي أنت اخترتيه من البيت عمليا وجبتيه كله فيه امرأة. بحب أسلط الضوء على المرأة لأنه المرأة هي أكثر كائن بتستاهل الشكر والتقدير والاحترام. المرأة كثير إنسانة، بتتعب كثير، بتشقى كثير، بتتحدى كثير، بتضحي كثير، بتتنازل عشان كل إشي، عشان جوزها، عشان أولادها، عشان رأيك. هيك خلينا شوي يعني نطلع نخرج عن الموضوع، هل صح إنه المرأة تقدم كل هاي التنازلات والتضحيات والعطاء؟ هذا إشي موجود في داخل المرأة بالفترة، موجود يعني في داخلها تقدرش، بس مرات الواحدة بصير عندها هاي الصحوة إنه أنا قد ما الواحدة تقول بديش أو هاي خلص في لحظة معينة بتضعف، بتضعف فيها. بتعرف القوة وين؟ لما المرأة تحقق اللي بدها إياه بس بمعادلة مع بيتها، مع زوجها، مع أولادها. بالنسبة لي هاي امرأة قوية اللي بتسعى وراء أحلامها، مش اللي بتحط أحلامها على جنب بسبب إن عندي أطفال. طب ممكن أنت تصلي لحلمك مع أطفالك. صحيح، ما هو المرأة الناجحة كمان هي اللي بتقسم وقتها، بتنظم وقتها، بتنظم حياتها، مش بس وقتها، إنه بتصل. ليش لا، بتقدر توصل. أي مواضيع تتناوليها بالنسبة للمرأة؟ يعني خلينا، في عنا الأمومة، في عنا العنف، في عنا الزواج. أنا بحب أكثر إشي كمان بلوحاتي سلطت الضوء على موضوع الأمومة. الأمومة كثير بحب هذا الموضوع. الأمومة شو بتعني لك الأمومة؟ بتعني لي كل إشي. الأمومة كل إشي، هي الأساس. صح، هي اللي بتخلينا نتشبث يمكن بالحياة، بتعطينا الأمل دائما. يعني الواحدة اللي بتقول لك أنا بعمل كل شيء عشان أولادي، إنه يعني لما أنت بتكوني أم أنت عم بتربي قطعة منك. أكثر لوحة هيك حبتيها؟ أكثر لوحة حبيتها متعلقة فيها ويستحيل تتنازلي عنها، هي أول لوحة لإلي. اللي هي هاي اللوحة. شوفيها لم يطليها. نوجهها كمان للمشاهد ولإلك الزهار. امرأة ترتدي، فتاة ترتدي فستان العرس مع عيون في السماء، الأحلام ومنظر الغروب والبحر هات نحللها شوي، بينفع مع أنه هذا علم بحد ذاته التحليل. هاي اللوحة هي أول عمل لإلي وأخذ معي كثير كثير وقت، موفقة يعني على فكرة، حلوة فيها. حوالي 6 أشهر خلصتها، لأنه لأنه أنا كنت أتعلم عليها. بداية تعليمي كانت على هاي اللوحة، كانت بحاجة للدقة يمكن والصبر. صح. ليه اخترت ترسم هاي اللوحة بالذات؟ هاي اللوحة لأنه أنا وعدت نفسي إنه إذا تعلمت رسم في يوم من الأيام، من قد ما أنا كنت حابة الإشي صراحة ما كنتش متوقعة بحياتي إنه أصل لهون. ما كانش عندي حلم إنه أنا في يوم ممكن أتعلم رسم. فكان عندي وعد بيني وبين نفسي إذا أنا في يوم تعلمت رسم راح أرسم نفسي وأنا عروس. أرسم، بحب البحر، بحسه بيمثلني. رسمت فيها البحر، رسمت نفسي، رسمت منظر الغروب اللي حطيت فيه ألوان. بحب ألوان الغروب لأنه يعني فيها ألوان الأصفر، الليلكي، الأسود، اللي هي بتعبر عن انتقال الشخص، انتقال الشخص من مرحلة لمرحلة. الأشياء اللي راح يشوفها هي مش واضحة لإله. بس كمان أنا رسمت الشمس بلون أبيض وأصفر وحواليه في ضوء، إنه في قد ما كان في مطبات وفي بالحياة صعوبات وفي شغلات بظل في عنا فتحة أمل. الله، يعني هاي بتمثلك، مثل حياتك، قصتك. وهي يعني أنا حابة أربطها بالزواج المبكر. أنت كامرأة، كفتاة تزوجت مبكرة بجيل 15، الغروب، ممكن الطفولة عم تغرب من أمامها، بس بالآخر اليوم أنت عندك أطفال،
بجننوا، عم تعملي موهبتك طموحاتك اللي هي الشمس والنور. طبعا رسمت نفسي فيها وبشوف حالي فيها اللوحة، وبعدني لسه مش عرضتها ولا في أي مكان. احنا يعني خاص إلنا جبتها، يعني يستحيل تتنازلي عنها. لا بس احنا بدنا نخليها هون بالقناة. بعثيلي مرة اني اشتروها. بعثيلي مرة اني اشتروها ما كنتش اقبل. بتبيعي رسومات؟ ببيع لوحات طبعا. في طلبات هيك اتصلت؟ كيف بتتراوح الاسعار او الاسعار؟ مش كثير يعني زي ما بقولوا باهظة، بس انا بحب اقدر وقتي، بحب اقدر تعبي وقت اللي انا عمال بشتغل فيه. لما انا ببيع لوحة انا حطيت احساسي كله باللوحة، مشاعري كلها في اللوحة، حطيت كمان وقتي في اللوحة، حطيت تعبي باللوحة. كل هاي الاشياء انا بحطها في سعر اللي يكون مقبول يعني للجميع. لما بترسمي يعني بتتخذي قرار انك بدك تقومي بالرسم بهي اللحظة بهي الدقيقة بهي الثانية؟ وانت بيجي عبالي ارسم بترك كل شيء بقوم برسم. في الهام يعني بيجيكي لازم تقومي في خلص قرر شو بدك ترسمي، بتكوني شايفة الصورة ببصيرتك خلينا نقوله، بعدين بتتحقق بأرض الواقع بتكون موجودة على مرات. وأنا أرسم نفس الرسمة وأنا أرسمها بيجي عبالي أغير فيها شغلات يعني، وأنا عمالة أرسمها مرات بتيجي عبالي فكرة بحب إنه دغري خلص جاب الأرسم خلص دغري. وأنت بترسمي هيك بساعات الليل ولا النهار ولا؟ صراحة أكثر إشي في أوقات الليل يعني بكون كل بكون أنا مرتاحة، نايم هدوء راحة، بكون أنا مرتاحة من كل إشي إنه خلص بعرف إنه إسا ساعات المغرب أو الليل كل شيء جاهز، البيت جاهز، الاولاد، الاكل، كل شيء خلص. لسه وقتي انا اشتركت بمعارض هيك انا في شغله لازم اذكرها انه انا انتمي لعائله منتدى الفنانين الاحرار اللي هو منتدى كثير فعال كثير نشيط بضم حوالي 50 فنان. احنا دائما بصلنا لهالاسم منتدى الفنانين الاحرار وملان منتميين من الموهوبين اللي باداره الاستاذ الفنان نصر العالي بوجه له كثير تحيه. الف تحيه. طبعا اشتركت في عدة معارض، وقبل سنتين عملت معرض خاص لإلي في البلد. وكمان كيف كان الإقبال عليه؟ كان في حضور شخصيا مثلا، كان في حضور صراحة أنا من نفسي تفاجأت إن شاء الله. تفاجأت بنفسي من الحضور لأنه كان أول مسيرتي الفنية يعني. واشتركت معرض برضو بال 2019 بتركيا مدينة غازانتاب، كمان كان دولي اشتركت فيه الحمد لله. كيف كانت الأجواء وقت الشي في تركيا؟ كان كثير حلو، خاصة أنه كان دولي، كان في من كل الدول. بتصير عندك هاي المقارنة لما أنت تروحي على إشي دولي بتصير تقارني رسوماتك برسومات الفنانين الآخرين؟ بصراحة بصير. عن جد شو اللي اختلج داخلك من أفكار؟ هل أنت بالمستوى اللي يليق بفنان؟ هل في حدا حسيتي انه اقوى او الا رسوماته ابهرتك اكثر، او حسيتي وين قيمتي حالك؟ وين اكيد في فنانين اللي انا حسيت حالي انه هن مبدعين او انه هن لوحاتهن عن جد بهرتني، وفي لوحات اللي حسيت انه لا انا لوحاتي احلى وهيك. بس انا بشكل عام يعني هدى بحبش اقارن نفسي في حدا لانه انا لك طابع خاص. خلص برسم شو الاشي اللي انا حاببته، شو الاشي اللي انا ملاقيته عن جد. المقارنه يعني هدى ممكن تكون من منطلق ايجابي انه انا بقارن عشان انا اتقوى، يمكن اكون احسن. مش بالضروره اني عم بقارن عشان اشوف مين احسن ومين يعني. هي المقارنه هون خلينا نحكيها ايجابيه، تكون تنافس اكيد بروح حلوه وهيك. فكرة لوحاتك بتشد لأبعد الحدود. أنا بطلع على الشاشة عن جد أنا هاي لحالها قصة. يمكن هون تعنيف، اختناق، هاي عن العنف، ظلم، صرخة المرأة. هون هاي البنت الشقية كمان اللي هاي اللوحة طبعا بتعبر عن حالي. أنا رسمتها كتعبير عن نفسي قديش أنا واجهت صعوبات، عمالت تتسلق على صخور ومع هيك ظلت متمسكة بجذع الشجرة. هون المرأة الفلسطينية العربية، هون عن التغريبة الفلسطينية. حلو. شو طموحك هنا؟ عندك لل 2022 احنا على اعتاب نهاية السنة طبعا إن شاء الله. شو بتخططي أهداف؟ حاليا أنا مبلش أتعلم موضوع الحب
إن شاء الله بس أخلص تعليم أبلش أعطي كورسات للأولاد، وبرضو مش بس للصغار، أنا بعلم أولاد صغار، بس هذا المشروع رح أعطي فيه كمان ورشات عمل للنساء اللي بيقدروا يشتركوا فيه كمان ويتعلموا، وبيقدروا كمان أنه يكملوا بهذا الموضوع أنه يكون مصدر رزق لإلهن. فعاليات بسيطة ممكن يأخذوها اللي هن يكملوا فيها. احنا هدى تحية اجلال واكبار لك. صحيح. تسلم. عن جد يعني على الابداع، على الطموح، على الموضوع، على المعرفة والثقافة، يعني هي على بتحكي الاصرار. الاصرار هو اجمل صفاتك، انك انت ما قبلتيش تتخلي عن حلمك. يمكن هاي واحدة من الشغلات اللي اكتر اشي يمكن بعتز فيه ويكون موجود في داخل شخص، مش مهم هو من جنس النساء او الذكور. فكل الاحترام لإلك، نتمنى لك عن جد بس تألق، بس مستقبل. هيك عرفنا احنا المشاهدين على هدى، تابعوها ادعموها. بحب عن جد اي شخص فيكو انه يتوجه لها، ترسم له اي صورة اللي هو بحب يحطها في بيته او يهديها، بيقدر يتوجه لها كمان. راح نحط شوية تفاصيل عنها يمكن اللي تتوجهوا لها وتطلبوا منها. انت فخر لاولادك ولمجتمعك، كملي بطموحاتك، وشكرا لوجودك معنا. تسلمي. وبحب انا اوجه تحيه كثير كثير كبيره لاول شيء لجوزي اللي هو كثير دعمني، اللي هو بكل معرض بيكون معي بكل كل خطوه في بخطيها ناحيه الحلم تاعي، هو بيكون شريك معي. كل الاحترام ونعم الزوج يعني اللي بدعم الحمد لله ام اولاده، لانه لما بتعطي للمراه اكيد هي بتعطيك. بحب اتشكر دار عمي، بحب اتشكر اهلي امي وابوي، بحب اتشكر كل انسان، كل شخص دعمني لو في كلمه، شخص معنوي بكلامي، مش شرط انه يكون مادي يعني. بحب اتشكرها، انه ان شاء الله بتكون سنه جديده مليانه بالمناسبات السعيده والافراح وال نجاح. الايجابيات. هذا بدي احكي لك ملاحظه هيك قبل ما تنتهي الحلقه، يمكن من اجمل سماتها الخجل. يمكن بتقدر تعبر عن رسوماتها اكثر، لانه هالقد في شغلات تحكيها وهي خجوله، فيمكن عن طريق الصوره بتقدر هيك تنفتح وتنطلق وتعبر. ف تواضع تواضع. الحياء من الدين، يعني هاي من اجمل صفات الانثى ممكن تتحلى فيها. شكرا لك. شكرا لكم، نورتينا وفعلا اضفيت الزينه للزينه الموجوده. تسلم. بابداعك، وكل الاحترام والى الامام. تسلم. شكرا كثير لكم. مشاهدينا ننقل لحكمه اخرى لها اليوم. صدقني لو فقدت ما فقدت، لو كسر الحرمان اضلعك، ستجتاز هذه الحياه كما يجتازها كل احد، فاختر الرضا والصبر، يهن عليك العبور. الحياه ماشي ومكمله، وسنه جديده رح تكون افضل وافضل. اجى الوقت نستقبل معنا عازفة العود مريم بلال حيدر من عبلين، الفنانة لازم اسميكي مريم، الفنان الصغير. شرفتينا ويسعد صباحك. تسلمي. طبعا هالعود برفقتك طيف معنا، بس هو لب الحكاية كلياتها. خلينا نرجع شوي للماضي. من وين بلش العزف؟ كنت انا طفل صغير يعني صف ثاني. ثاني ثاني يعني كان عمري 8 سنين. كانت معلمة موسيقى كثير تحبني، وكنت يعني بني ادم اللي ضلها تغني معها واقول لها السلم الموسيقى اكثر وحده، بتفوت على صف مريم يلا تعالي ذكروا اولاد صفك بالسلم الموسيقى. بعدين اجى بيوم لايام لجنه هيك، ما كنتش بعرف انه في امتحان وبيختاروني لمنحه وشيء. فانا نزلت كانوا يسالوني عن الالات، يعني اغلب الالات قلت لهم عنها عود، الجيتار قلت عنها عود، قلت عنها عود. فعرفوا انه ميولك العود. فانا تذكرت كمان الساكسفون كلارينيت من اولاد عمي كانوا يعزفوا. فبعدين فتره وانا يعني كنت مريضه بهذا اليوم، وصل مكتوب على البيت انه مريم طلع لها منحه سنه بيت الموسيقى شفامر. فانه اهلي يعني فكروا بالاخر، يعني ما بتنش قرارهم انه عن جد مريم بدك تفوتي تتعلم، يعني كانش انه يعني حلمي وانا صغيره عن جد اتعلم، ما كانش بالبال. بس فجاه هيك عن طريق معلم، عن طريق مشروع، عن طريق منحه دخلت. ايش المصادفات؟ بتعرفي انه كيف ربنا يعطيك هالصدفه تكون طريقك للحياه كله. احلى صدفه. ها بعدين شو اسمه اخذت المنحه. اخذت المنحه، وبيوم من الايام اول يوم كان اللي بدرس العود كان عنا مناسبه، تخيلي يعني بالليل على الساعه 8:30 مريم رايحه على الدرس.
يعني لو مناسبة أرجينا أنه أنت عندك مسؤولية أنك يعني من أول درس شو بنت يعني صف ثالث. مين كان يرافقك لما كنت تروح؟ أبوي أول 7 سنين كان يجي يحضر معي الدرس دائما؟ كل درس مآمن فيك. فش درس فشقته يعني تخيلي يعني حتى لو مريضة جاب راح حالي كان موسيقى هذا مستقبلك هذا إشي كتير حلو. إحنا لو مراد مش بنصور نفس الشيء. التدريبات والتعلم لما الإنسان يحب شيء من داخله فهو بيخلص إله. فأبوي أكتر شو اللي حببني بالعود وسيدي يعني تخيل إنه سيدي يعني بس يسمع العود يعني بدون ما أنتبه إنه هو قاعد برا عم بسمعني إنه أوه يلا يا سيدي كملي. في تشجيع ودعم من اللي حواليك حتى بالبيت يعني أبوي بكون قاعد مثلا أنا بالطبق تحت بعزف فوق في عندك غلطة بس ينادي علي هون مسرعة هون ببطئة هون في عندك غلط ضبط لأنه كان معك. كيف هو عارف لأنه بيحضر الأشياء معك ألا عنده أذن موسيقية ولا إيش؟ بسمع شغلات هيك وهيك بس كان عشان يجي مع الدروس. أنا بتذكر أعطاكي ملاحظة لمش متمرني قبل أول ما أركب السيارة مع العود بصير يقول لي إنه بتمرني بتأكدي بس ما نشوف بالدرس كذا. طب هات نسمع إشي هيك على الصبح أكيد محضرت لنا معزوفات طبعا. يلا هات نسمع اختيارك الأول عشان بقى سمعكم موطنين يلا يلا قشر الأبدان. كمان شغلة الأوتار الموجودة على العود حاسة إن الجودة تبعتهن جدا صح عالية. اسأليها العود هو نفسه من الصغر ولا كم مرة غيرتي؟ لا غيرته كم مرة؟ 3 مرات. ليه؟ بتعرف الولد الصغير بقدرش يحمل هيك عود فكان حجم كتير صغير يعني أول 4 سنين كان عندي تبع الصغار بعدين حس أستاذي إنه خلاص صار كتير صغير علي يعني تعلمت 10 سنين أنا فأنا تخيلي من وأنا بنت صغيرة هو نفس العود من صف ثالث لا لكن أنا صف خامس عود من خامس لثامن عود وهذا اسم معي من صف تاسع لسه قدي عمرك اليوم؟ 19 سنة صغيرونة بلشت 9 سنين خلصت 19 حلو رائع على فكرة أنا ما عطيتك عمر أقل وهي أفضلية يمكن عندك بقلي. هاي أفضلية خديها بعين الاعتبار إنه شيء إيجابي لإلك يوجه بيبي فيس يعني مع الآخر أول عرض عملتي. كان إلي وأنا بنت صغير كتير أول عرض يعني بدي 3 أشهر عزف أول وأنا بنت صغير يعني عمري 9 سنين كان عنا عرض كبير لطلاب المدرسة بيت الموسيقى اللي عملنا اللي طلعنا منها فأنه كان أهلي موجودين وكان كتير عرض حلو وأول مرة شو بنت صغير ما تخافيش يعني فكر إسا بيني وبين حالي عجاد كنتش خايف يعني وأنا كبير بخاف أكتر من أنا صغير لأنه يمكن لأنه اختلف بتكون كلش واعي بتكونيش واعي بالضبط لهي الأمور فبتكون براءة الطفل هي طاغية أكتر حتى لما أحضر الفيديو أنه ما غلطيش ولا وعندك جرأة أنه كيفك ما غلطيش وكان إشي كبير حلو حلو وبعدها انطلقت العروضات في يعني. صعوبات بالتمرينات إيش هي الصعوبات اللي بتواجهك وكيف تتحديها وبتجتزيها الصعوبات كان أول شيء عندي مشكلة بالإيقاع ما كنتش أسترجع أقول لأستاذ إنه أنا عندي مشكلة بالإيقاع كان يلاحظ يعطيني تمارين الإيقاع هو اللي بيدلك على اللحن يعني في الإيقاع إنه يعني هو لازم تميز الإيقاع فهمت بس كنت هيك أتردد أول 4 سنين ما كنتش يعني نفس المعزوفات يعني أبوي كان بيقول لي ليش عم تتقدمي يابا يعني لك سنين اللي بسمعي 5 سنين 6 سنين يعني بقول يعني ليه بعدها هي بعدها بهالمستوى ما كانوش يسمعوني كثير حتى لما اعزف بس لما وانت افصحت انه انا عندي مشكله لمين؟ انا قلت عند استاذ جدي كثير جدي كنت استاذي سافر على لندن وانا رحت عند استاذ ثاني كان كثير جدي يعني كانش يضحك بوجهي
لم يكن يرحمني. بالضبط هيك. عشان بدي اقول بدي اترك الاشياء انه عري انت بدك تتركي عشان جد بدي يعمل منك بني ادم فنانه. كان ضل اقول بدي اعمل منك بني ادم فنان. كان يعني كل درس عباره عن حكمه بالحياه عن درس هيك كانت محاضره كنت تستفيدي منه. علمني كثير شغلات واشتركتي هيك مع فرق تخت شرقي فرقتين تخت شرقي مع اكرم اكرم عبد الفتاح الفنان ووسيم عوده وكان لي عده ورشات مع سيمون شاهين مع احمد خطيب حلو مع الروائع انت مشتغله شو ارائهم فيك سمعتي هيك اراء كانوا يقول لي احمد خط وحتى عملت بجروت مع البروفيسور تيسير الياس الله كمان تيسير بجنن كل التحيه له مين اصعب شو كان رايهم فيكي كنت اقول له بعد ما خلصت البجروت للبروفيسور طلعت عليه هيك بنظره انه اعطيني انطباعك عني اجى بقول لي انه منيح انه هو يعني ما كانش يتبسم بوجهي بس اعطاني انه ملاحظه انا عشان بجروت وفش له عادي وهيك فكانت اجى عم بتراجع بقول فش رجليت انه بدي ارفع اجري اجى بقول لي اذا بدك نوت رح يجيبيها قلت له لا انا حافظه كل شيء فبعدين قال لي كثير منيح انت استاذك لاي انا علمته فانه هيك ان شاء الله انت بتصيري استاذي كمان انا استاذي بتعلمي صرتي بعلم حلو رائع بتعلم دورات الا اي جيل بتعلمي اي جيل 9 سنين 10 هيك 10 وشوي في تقدم خطوه جديده بالحياه يعني 19 سنه وبتعلم وين بتعلمي شيء شخصي لإلك مش انه بمعهد عند حدا اجالي عرض من فرقه بياركا انه اكون بفرقتي هنا بعدي كم سنه اصير انا اعلم عندها فرقه الاستاذ ايميل جمال احلى شافوني بعرض بعكا طلعنا عرض كل فرق اسرائيل كنا بعكا عم نعرض يهود وعرب وشافني غاد عزف القاع عندهن انضم لانه هن جدا جديين وعندهن كثير مشاريع رائعه بتحاول تتقدمي هيك بحياتك تعليميا بالمجال ولا خارج المجال انا بالموسيقى انا حابه انا اطور من نفسي مش اروح اتعلم يعني ليه لانه الموسيقى مش هوايني يعني الناس بتفكرها كثير بسيطه يعني انت يعني انا يلا استعم شو بجروت موسيقى يعني بس فتت على الموضوع بجديه وبجروت ودراسه ممكن التعليم يكون اصعب انت بالتعليم الجامعي نظري مش عملي كان كثير كان صعب يعني شو تعمقي بالموسيقى تحللي نوتة لباخ معزوفات كبيره تالفي وتسمعي عن طريق السمع كان في كمان بالبجروت انه تسمعي وتصير تكتب شو بتسمعي كانت مرحله صعبه لحن يعني كل شيء يلا نعود نغير جو كمان معزوفه نسمع يلا يعني حابين نتعرف عليها وحابين نسمعها فرد الأطراش يلا أبو العود فريد الأطرش مين أصعب معزوفة إلك بالنسبة كانت هاي هاي ليه قدمت فيها بجروت ولما أخذت لقب موهبة العام للموسيقى كده الغالي إيه كمان كانت هي معي يعني رفقتي بأغلب بس تحديتي حالك وأتقنتيها يعني اللي قدامي كتير صعبة كتير مين أهم العازفين اللي بتحب عن جد تسمعي لهن على نطاق محلي أو عالمي أم كلثوم العازفين خليها تكمل اسمها من مش المعزوفات اللي ألفوا لأمكن اللي ألفوا لأم عبد الوهاب يعني المعزوفات قبل الغناء مش بالمقدم من الغناء احنا نحكي عازفين عالميين أو محليين عازف تحب تسمع تعرف نزيه أبو ريش لا عازف عود لا بريت البلاد بريت البلاد في كتير عازفين ناس بعرف في حدا من دار السرور يمكن ولا هداك يمكن كمان استاذ كمان عندنا بيت الموسيقى كمان وفي كثير عازفين بس هن مش معروفين يعني تتعلمي منها ايش اكثر معزوفات لمطربين بتحبي تعزفيها هاي ممكن تكون ام كلثوم تنوع
بتنوع يعني فيش عندي واحد بتسمع محدد. اشياء عصريه بتسمع برضه اشياء يعني استاذي كان بس يعطيني اشياء قديمه كل درس اقوله طب يعني طب انا بطلع حفلات انه الناس تطلب مني اشي يعني موتر انت علمت لحالي هالمعزفات اللي لسه كنت تغني معي برا بالكواليس كمان انا من اجتهادي يعني انا شخصي. فتره الكورونا هي كله تعلمته لحالي هل فتره الكورونا جاءت بالايجابيات مرات صح حتى نسمع الاغنيه اللي دندنتها معك قبل شوي مع اني انا مش حافظه حلفت لي يلا لما حرفية هيك لما بتعصبي لما بتزعلي بتعزفي ولا خلص بتحط العود على جانب بتتنحي عنه ولا وقت السعادة بس بتعزفي بعزف كل حالاتي كل حالاتك ولما بتعزفي هيك بتنشي الدار والبيت والجيران بصير يسمعوني ترى امي تقول لي انه ابصر شو مالي ابصر شو فيه يعني من حسب الغنية بتعرف اذا انا مبسوطة ولا انا عن جد متضايقة لما اكون متضايقة بصير انا الف مش معزفات يعني جد حزين تقاسيم ممكن نسمع اشي تقاسيم من تأليفك اسا ارتجالي ارتجال مش تقاسيم ارتجال يلا هات نسمع من هيك يمكن ده انا بدني بشي لأم كلتون تمام بدك لأم كلتون خلي التقاسيم بعدين تقاسيم تقاسيم يلا لم يبتعرف الموسيقى اكثر مش تقاسيم ارتجال ارتجال ارتجال, ارتجال. خليه بيدك خليه بيدك خلي نسمع شو بدك نسمع لأم كلثوم هي العملاقة أم كلثوم بدك أنت عمري أنت عمري يلا أنت عمري أنت عمري وأنت مشاهدي كلياتها فرح فن موسيقى زينة ذهبيات يعني الحلقة مميزة الحق اليوم الحق يقال يعني ستصلين لأبعد ما تتخيلين هي بس تنشر تزيد تيك توك انستغرام فيسبوك هي شو منشوراتها فترة وقفت لأنه كان عندي جراسة وبقريت لنرجع بقوة لأنه حرام هاي الموهبة كل الملايين لازم يشوفوها عندك أنامل سحريات تابعي أنا صراحة بفتخر بهيك بنت بجيلك تمرنت وتعبت كل هاي السنين انه بالنهايه عن جد في حصيله خلينا نقول
كل الاحترام لك، بنتمنى لك دوام التألق والنجاح تصلي للعالمية. أنا بآمن فيك من هاللحظة، ظلك تذكريني. شكرا لوجودك معنا. هيك وصلنا لنهاية الحلقة ضيفة مثلك أحيت لنا هيك الاستوديوهات والفرحة زرعتها مع أجواء العيد يعني طبعا بالمشاهدين. فشكرا لك ومشاهدينا. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لها اليوم. نهاركم سعيد ولا تنسوا تعملوا لنا شير.